ربنا خلقنا أزواج وخلقناكم أزواجا وبنكمل بعض، وكل طرف فينا ناقص حاجة، فبيتعرف على الآخر، رجل بيتعرف على الست، ست بتتعرف على الرجل، فبنكمل. وده بيفكرنا إنه الكمال لله وحده، جزء من العلاقة الزوجية المعاشرة، وده حاجة طبيعية وبنشارك فيها حتى البهائم، يعني صفة معينة في الإنسان. لكن لو إحنا تعاملنا معاها بحكمة وبذكاء وب يعني طريقة موزونة متوازنة، مش هنبقى احنا بهائم ابدا، بل هنبقى عندنا صفة بس معينة. جزء طبعا من الزاوية يعني اللي بنشابه فيها الحيوانات هي اللذة، اللذة الجسدية. واللذة الجسدية اللي بتنتج عن قضية المعاشرة اللي في العملية الزوجية دي، يمكن اعلى لذة بيعرفها الانسان في الارض، اعلى لذة حسية. حتى في ناس بيسموها لمحة كده من الجنة، لفتة انه ازاي الانسان يبقى برضه منفك عن القيود وفي نشوة قوية جدا وشعور بانه بيتلذذ، وبعد كده بتروح كشأن أي حاجة في الدنيا. إبليس يعرف الكلام ده كله كويس قوي، فمن مقاصده إنه يقلب الإنسان إلى الشق والجزء البهيمي بس اللي فيه، الجزء اللي بيشابه فيه الحيوانات بس، ينزل بيه عن مستوى الآدمية. ومن أفضل المداخل لتحقيق ده بالنسبة لإبليس الشهوة الجنسية، اللي هي موجودة علشان تكمل أسرة، والأسرة تحمي الإنسان، ومع بعض يبقوا صحبة خير لبعض، ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالعدل ويتواصوا بالخير ويتواصوا بالصبر زي ما في الآية الكريمة، ويساعدوا بعض على البر والتقوى وما يساعدوش بعض على الإثم والعدوان. لكن لا، هو عايز يحول الوسيلة اللي بيها بتتكون الأسرة إلى غاية، إنها لما بتتحول لغاية بيبتدي الإنسان ينسى المبادئ والمقاصد اللي من وراها وجدت اللذة أصلا، بيبتدي يعيش للذة بس. وإنه الإنسان يعيش للذة بس جزء من مقاصد إبليس الإغوائية. أدم استنيني. أنت ما بتردش على تليفونك ليه؟ خلوا سايلنت. في ايه يا آدم؟ مالك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ انت ولا بتكلمني في الشغل ولا بعد الشغل، هو انت زعلان مني؟ لا. امال مالك؟ مش احنا مش هينفع نكمل مع بعض. انا والله العظيم كنت عارفه انك هتقول كده، بس ليه؟ انا عملت لك ايه؟ طالع؟ لا يا فندم انا نازل. انت مالكش اي ذنب، مشكله عندنا. طب ايه اللي حصل خلاك تاخد القرار ده؟ ما هو لما اتكلمت معايا طلب طلبات كتير قوي، وعنده حق. ما قلتليش ليه؟ انا كنت هتكلم معايا، كنت هتصرف. في ظروف اتغيرت وانا معيش فلوس، والله العظيم معيش، وده مش حل دلوقتي غير الناس رق. وانت اكتشفت كل ده فجأة ولا انت خطبتني عشان تتسلى؟ تسلى؟ رشا انا عمري ما اتسليت بيك، انا بعمل كده عشانك. قلتلك انت مالكيش اي ذنب، المشكلة عندنا. انت بتسيبني من غير سبب مقنع وتقولي عشاني؟ والله العظيم عشانك. ياه ده انت طيب قوي. من وسائل ابليس لهدم الاسره والجعل الانسان يركز بس في الشق الحيواني او البهيمي اللي فيه، نشر الاثاره الجنسيه في كل مكان، إيروتيسايزيشن زي ما تسمى، يعني جعل المكان العام جواه عورات
للرجالة للستات لكله، بحيث يبتدي الإنسان يفكر في الجنس عدد مرات في اليوم أكتر من المرات الطبيعية. لازم يفكر الإنسان في ده، وده جزء من الحياة، بس ما ينفعش يتحول إلى إغراء مستمر دايما بيفكروا باللي مش عنده، بالذات الراجل اللي عنده شهوة التنوع. شهوة التنوع دي على فكرة ليها أصل جسدي بيولوجي موجودة، لكن المفروض هو يزكي نفسه ويتطهر ويرضى. أنا دايما بقول إيه، الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي أن تشتهى، تشتهي إنها تبقى محط نظر الرجالة، إنها تبقى مركز الاهتمام. ومن غير تزكية النفس غصبا عنها بتعمل كده بقى في كل حتة، ولما بتشوف ده في صور وبيلبوردز وفي الشوارع وغيره، مع انه بيبقى ثلاث ارباعه فوتوشوب بقى بجد هنا مش بلغه بقى ثورات وكده، هنا بقى الفوتوشوب فعلا يبتدي يغير في وجه الست وحاجات، يعني ما فيش واحده عندها كل حاجه. فيعني تعالوا كده يصورها ويجيبها، وده موجود في اعلانات موجوده على اليوتيوب في كل حته، يعني مرفع الحواجب شويه مرفعها، والله الحته دي ممكن تقصر سنه، عمليات تجميل كده فوتوشوبيه. وفي الاخر بيبقى قدامنا دايما في الشوارع الست نفسها اللي اتعمل لها فوتوشوب مش هتعرف نفسها. ما بالك بقيه الناس. اوهام اوهام. كنا بنقول نرفع الرغبات الى احتياجات، يا نهار ابيض يا نهار ابيض اللي بيعمله ابليس في القرن ده من اوهام. خلى الساينس والتكنولوجي والقدره والفوتوشوب والكمبيوترز والقدره على التصوير وكده تستخدم في نشر الاثاره ما بين الناس لهدم الاسره والربط الانسان بالحته الحيوانيه البهيميه اللي فيه. الكلام ده على فكره من وراه تاصيل علمي، يعني سيجمند فرويد مثلا عالم النفس الشهير، طبعا فرويد يعني عمل مغالطة كبيرة جدا أتباعه النهاردة بينتقدوا عليها. إيه؟ إنه ربط كل حاجة في اللاواعي بتاع الإنسان بالجنس. وبعدين مش بس كده، ده في حاجة حصلت عجيبة ناس كتير ما يعرفوهاش، إنه ابن أخته إدوارد برنيز ابن أخت فرويد على طول، ده كان بيتسمى أبو الببليك ريليشنز العلاقات العامة، له دور كبير في نظرة الناس وعلاقاتهم ببعض ونشر الأفكار على المستوى الجماعي وكده. المحللين اللي عندهم دقة لاحظوا ارتباط فكر فرويد بفكر ابن أخته، ففي لحظة معينة بدأ حتى يستخدم فكرة الجنس اللي في اللاوعي بتاعة فرويد في الإعلانات. من هنا جت فكرة سكس سيلز، إنه الجنس بياع بيعمل الجنس. فكرة العجيبة جدا على البشرية لما بدأت بتاعة إن أنت بتبيع عربية، فواحدة ألعب قاعدة على العربية كده وتقول لك ايه التناقض ده؟ في الأول ده تناقض، أنا يا ستي عايز أسوق مش. بعد شوية اتعودنا. العقل الجماعي البشري قال لك بارت أوف لايف، يعني الحياة عاملة كده. إعلانات كده، أي حاجة دلوقتي تتباع بست. هو ده برضه في الآخر حاجة بيسموها أوبجكتيفيكيشن. إنك تجعل من جسد المرأة سلعة تباع وتشترى ويباع بها الأشياء. ما ينفعش. ده إهانة للمرأة. زي بالظبط الناحية التانية. ده تطرف لا ديني منقطع عن الوحي، بيهين المرأة وبيجعلها جسد، والتطرف الديني زي ما هيجي بينا في الكلام برضو لما بينقطع برضو عن فهم الوحي فهم صحيح، برضو بيتعامل مع المرأة إن المرأة إذا خرجت وعبه الكلام بقى تحس يا ريس أنت في حاجة قلقاك ولا أنت دايما مركز في الخطبة على الحتة دي ليه؟ كل ده بنفهمه لما نفهم إنه من مقاصد إبليس هدم الأسرة، ومن وسائل إبليس لهدم الأسرة نشر الشهوة الجنسية في كل مكان. راسا يا راسا، ايه يا بنتي بقى اهدي، كل حاجة هتتحل ان شاء الله. انا مش عارفة هو بيعمل معايا كده ليه. عادي، مشكلة هتروح لحالها. يا بنتي انا عارفة ادم، ادم مش زعلان، ادم واخد قرار. طب بصي انا هخلي كمال يقعد معايا يفهم منه الموضوع. انا مش عايزه حد يتدخل خالص، هيفهم منه ايه الحل بس. انت عارفه ايه اللي مجنني؟ ان هو مش عايز يقول لي انا هو ماله. هو ده مش كمال؟ اه مين اللي معايا دي؟ ثانيه واحده بقى. الو انت فين؟ في مشوار شغل كده بعيد شويه، استاذ مصطفى بعتني فيه. طب تعالى لي حالا. هخلص وروح انا بقى يا امير. طب انا شايفاك، تعالى لي بقى حالا. انا بعيد يا امير، انت شايفاني فين؟ بقول لك شايفاك انت والسنيوره اللي معاك، فكفايه كدب بقى. ماشي، شفتي غيرك يا حبيبتي لبس وتدبس من زمان قوي، ما تزعليش على حد، انت لسه قدامك فرص كتير. طب ما انت كمان لسه قدامك فرص كتير. فرص
هبقى مطلقه وعندي طفل. طب وفيها ايه؟ فيها ايه؟ انت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ اذا كان كمان مش قادر يستحمل ابنه، الغريب هو اللي هيستحمل. اروح اشوف الموضوع ده. فما بين تقبيح العفه، العفه نفسها القيمه دي تبقى حاجه قبيحه، حاجه يو انت سخيف قوي، انت قديم، انت ازاي بتفكري كده؟ وما بين ايجاد ضغط اقتصادي استهلاكي زي ما كنا بنتكلم ياخر سن الزواج، يخلي الجواز متاخر اصلا. فين وفين لما الواحد يعرف يجيب المتطلبات نفسها الطبيعيه حتى اللي يقدر يتجوز بيها، ما بالك بقى المبالغه اللي بتيجي من الاهالي في المهر وغيره من الطلبات اللي بتعجز الشباب، بتعجزهم بكل المعاني، تخليهم مش قادرين وتعجزهم لحد ما يعرفوا يتجوزوا عواجيز، لدرجه انه بدا البشريه طبعا غصب عنها بتوجد بدائل، حتى لو بدائل مضره هي بدائل. يعني صناعه وتجاره الاباحيه بورنوجرافي بكل معانيها دي تجاره قويه جدا في العالم، من تحت لتحت في منطقتنا وفي اجزاء اخرى من العالم تجاره مشروعه ومقبوله باعمار معينه وسن معين ليها سعرها وكده. وطبعا دي قمه الاهانه للمراه، لانه اللي بيتم تحويل جسدها الى سلعه هنا هي المراه. بيبني على كل العناصر دي مع بعض ابليس واعوانه علشان يفتتوا الاسره، لانه الاسره في الحقيقه هي عماد المجتمع. الاسره هي الحصن المنيع اللي بيحمي الانسان من حاجات كتيره جدا جدا، بمجرد انه يكون فرد في اسره ما يبقاش لوحده. مهما حصل هيبقى في حد فايق في الاسره، يبقى همه عليه، قلبه عليه، يكلمه. لكن لما بتتفتت الاسره الانسان فعلا بيبقى لوحده. الثقافه الفرديه فعلا بتسود، وانت وحظك بقى، وانت ونفسك مع نفسك كده. وتلاقي ان الاسره بدات تتاثر مش بس من المدخل بتاع الاثاره الجنسيه ده، ده مدخل واحد. في مداخل اخرى كثيره من ضمنها هدم قيمه الاحترام. بدات تنتشر ثقافه في الاعلام للاسف مؤخرا مرتبطه بانه العيال بيكلموا دايما اهليهم بطريقه يعني غير لائقه، وكانهم اغبياء ومش فاهمين اي حاجه. وبالذات كمان الاجداد، يا العيال يكلموا الاجداد بشكل اللي هو انت جده اركن خالص، مش فاهم اي حاجه الى اخره. لما بيعمل كده الشيطان ويفكك علاقه الانسان باسرته وباجداده، بيقطعه مش بس عن اسرته، عن الماضي كله وعن التراث كله وعن الاخلاق كلها. وبيوجد الانسان الجديد اللي نزل بيه دون مستوى الادميه النهارده، الفردي اللي انا بسميه ثقافه الانسان اكبر في مقابل الله اكبر. ثقافه ان انا اهم حاجه انا ولذاتي وبس، وانا كفرد حتى اهم من الاسره. الانسان اكبر من الاسره ابدا. الاسره تجعل الانسان بجد انسان وتحميه وتخليه يتعاون على البر والتقوى، مش على الاثم والعدوان، وتخليه بيتواصل بالحق، بيتواصل بالصبر، واذا وقع يقوم تاني. هدم الاسره هدف استراتيجي عند ابليس واعوانه، وبدا باستخدام الوسائل المختلفه اللي احنا اتكلمنا عنها دي مع بعض كلها، ان هو فعلا يفتت الاسره في المئة سنه الاخيره. وللاسف بنجني كبشريه ثمار سلبيه كتيره جدا 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 نتيجه خطه ابليس. وابليس واعوانه بيهجموا على فكره الاسره من زوايا كتيره جدا جدا، من ضمنها فكره ان الامومه نفسها والابوه، ان انا بقى ام، ان انا بقى اب، بيتبص لها على انها هم. وبتبص للفكره نفسها بتاعه الزواج على ان الغرض منها فقط المتعه الجسديه اللي بتيجي من المعاشره وغيرها. فيترتب عليه ان احنا لو عرفنا نحصل على المتعه دي خارج الزواج يبقى ايه لازمه الزواج؟ ما احنا خدنا خلاص المتعه. فمثلا تلاقي ناس كتيره جدا بيتكلموا بحجه خايبه جدا جدا جدا، يقول لك مش بقى في طرق دلوقتي نقدر بيها ان احنا نضمن انه ما يحصلش حمل بنسبه 99%، طرق طبيه ووسائل مختلفه وكده. اه بقى فيه، فايه؟ فخلاص بقى ما احنا خدنا المتعه اهو، وسيبنا بقى من فكره الهم. فايه بقى فكره الزواج دي من اولها لاخرها؟ بيحاول يهدم ابليس فكره وخلقناكم ازواجا، فكره العفه، فكره الديمومه، الوفاء، ان احنا نبقى مع بعض ونكمل مع بعض، مع انه الحب نفسه بيبقى مبني على كده. شويه شويه الحب نفسه بيخرج بره المعادله وبتفضل الشهوه. النهارده معظم الاغاني اللي بنسمعها بحبك 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 بتبقى في الحقيقه بشتهيكي بشتهيكي بشتهيكي. يعني العلاقه ما بين الحب والشهوه ما بقتش واضحه اصلا عند الناس، وفي ناس بقوا شايفين ان الحاجتين دول حاجه واحده، مع انه طبعا الاصل انه يبقوا الاثنين موجودين.
أميرة حبيبي اتفضلي. ايه دي؟ هدية. هدية ليه يعني؟ بتكفر عن ذنب ولا حاجة؟ ذنب؟ ذنب ايه؟ انك كنت خارج مع واحدة مثلا. واحدة ايه بس يا أميرة؟ بطلي هزار. كمال. كمال ايه؟ مين اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ أنا شفتكوا بعينيا. طب ممكن تتفضلي في العربية نتفاهم سوا بدل ما نفرج علينا الناس؟ اتفضلي. أنا عارفة إن أنت بتخوني كتير ومطنشة وعاملة إن أنا مش واخدة بالي. أخونك إيه بس؟ عميلة جاية ماشي وصلتها من أول الشارع لحد باب الشركة، ما حصلش أي حاجة. عميلة وجاية ماشي لحد هنا. لا تصدق منطقي فعلاً؟ أنت مش بتكلم عيلة صغيرة يعني. كمال كل الموضوع إن أنا عودت نفسي إن أنا أمثل. إن أنا مش واخدة بالي، طالما مفيش دليل يبقى خلاص ما بيحصلش أي حاجة. بس توصل إن أنت تخوني مع عميلة في الشغل، ده إيه يا أخي الجبار ده؟ طيب ممكن تهدي شوية وتصدقيني؟ بقول لك ما حصلش أي حاجة يا أميرة. لا حصل. حصل 100 مرة. مليون مرة كمان. ما تعمليش بقى على إني حمارة. عشان أقسم بالله لو أنت أنكرت المرة دي مش هشوف وشي مرة تانية. أنا راجل يا أميرة وليا احتياجات. وسبق وطلبت منك 100 مرة إنك تاخدي بالك من نفسك ومني شوية. ومفيش أي تغيير بيحصل. أنا عارفة إن أنا مهتمية بعمر شوية. بس أنا ابني عنده كانسر. أعمل إيه؟ أتدلع وأتزوق بعدها ولا أعمل إيه؟ وأنت لما تكتئبي عمر هيخف يا أميرة. في ناس كتير أولادهم عيانين وعايشين بيخرجوا وبيتفسحوا وبيروحوا وبييجوا. المرض مش هو حياتهم. أكيد بيبقوا باردين زيك كده بالظبط. أنت ابنك بيموت، أنت فاهم ده ولا لأ؟ أنا نفسي أبقى باردة زيك كده، حاولت بس مش عارفة. أنت عارف؟ على قد ما ببقى زعلانة أوي إن إحنا ما خلفناش من ساعة عمر، على قد ما في أيام كده بتعدي عليا بقعد أدعي وأحمد ربنا إن إحنا ما خلفناش. النهارده منهم. بص أنا هروح كده أقعد عند ماما يومين أريح أعصابي، آخد إجازة من الشغل. يا ريت كمان ما تحاولش تكلمني ولا تفتح حتى الموضوع ده خالص. حاضر حاضر. تشغلش بالك يعني. تعودت أمثل.